ازيكم يا جماعه، انا ماجي والنهارده هنعمل مع بعض اختراع. احنا هنجمع ما بين الدوناتس والزلابيا وهنعمل لحد ما اخلص. هما اول ما بتقصوهم دخلوهم جوه الزيت، بينزلوا تحت خالص يعني كده، بعدين فجأة بينفشوا ويقبوا على الوش كده بالظبط. بصوا لونهم جولدن ازاي، شوية كده اول ما لونهم يحمر هنشيلهم ونحطهم على ورق. بس كده يا جماعة، الموضوع ما اخدش مني 10 دقايق. قلبت العجين، حطيته في الزيت السخن، طلع لي زونت. بس كده اقل من 2 دقايق عشان نعمل العجينه، واقل من 5 دقايق عشان نقليهم في الزيت، وطلع لنا دول زونت. دلوقتي هندحرجهم في شويه سكر وقرفه عشان يكون طعمهم بالظبط زي الدول. هجيب اي طبق فاضي واحط فيه نص كوبايه سكر، حوالي 2 معالق سكر بودره، وحوالي 2 معالق قرفه. قلبهم في بعض كده. ريحه الدونات اوريدي. بعدين هجيب دول وادخلهم هنا. وبعدين هقلبهم في بعض لحد ما كلهم يتغطوا. في اقل من ربع ساعه عملنا الزون. تعالوا نقدمه. احنا هندلع زونس دي زياده وهنحط عليها شويه صوص شوكولاته. كباري طيب يا جماعة، أشوفكم بقى المرة الجاية. باي باي. سو كيوت. بص الهربت دي هاكلها أنا.